بحجم ما أدت إليه شخصية أمريكا المتمثلة بدعم مطلق قاده رئيسها جو بايدن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وانفرادها في فيتو الاعتراض على تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار وقف إطلاق نار دائم في غزة، إلا أن تصاعد الخلاف بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الصراع في إسرائيل عاد إلى العلن وفتح شلال تساؤلات حول مصير التأثير المتوقع على الحرب في القطاع. تصريحات بايدن التي قالت صحف عالمية إنه أدلى بها دون علمه أن كاميرات التلفزات تصوره أثناء حديثه عن ضرورة أن يغير نتنياهو حكومته وأنه لا يريد حل الدولتين خرجت في توقيت قياسي يترافق مع حجم الدموية المفرطة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أطفال ونساء غزة. لكن اعتراف بايدن بفقدان تل أبيب دعم المجتمع الدولي نتيجة القصف العشوائي على القطاع كان له إنذاره السابق المتعلق بتراجع شعبية بايدن في الأوساط الأمريكية وتأثير دعمه على الانتخابات المقبلة، إلى جانب صدمة شعبية عالمية فرضت على أمريكا حالة عقاب جماعي لمقاطعة اقتصادية واسعة وتغيير وجهة النظر في المنظومة الأخلاقية التي تتغنى بها إدارات البيت الأبيض. وبشأن تداعيات هذا الخلاف على مسار الحرب في غزة، رجح مقربون من الإدارة الأمريكية استمرار العمليات العسكرية في القطاع حتى تقرر إسرائيل أنه تم القضاء على حماس، ولكن في الوقت الحاضر هناك ضغوط على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة لفتح معبر كرم أبو سالم أمام إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. أما من وجهة نظر المقاومة الفلسطينية فإنها مؤشرات الهزيمة التي مني بها الجيش الإسرائيلي في القطاع والذي ساهم بنشر الذعر في أروقة البيت الأبيض، تحديدا لما تواجهه المصالح الأمريكية في المنطقة العربية من تهديد وجودي لها وتصدر تحالفات دولية كالصين وروسيا في المنطقة.